أهلا بكم للنشرة الاقتصادية من قناة الشروق، أبدأها بالعناوين. الطيران المدني يمدد إقلاق مطار الخرطوم وبقية المطارات السودانية لأسبوعين. الدولار يقفز إلى حاجز 150 جنيها. وزارة الثروة الحيوانية والسمكية تعكف على تأهيل المحاجر وتحسين مواصفات الصابر. أهلا بكم. مددت سلطة الطيران المدني إغلاق مطار الخرطوم الدولي وبقية المطارات السودانية أمام رحلات الركاب الداخلية والدولية حتى 28 من يونيو، وأوضحت أن القرار يبقي على الاستثناءات الواردة السابقة وتشمل رحلات البضائع المجدولة والإضافية ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الإنساني ورحلات الشركات العاملة في مجال البترول ورحلات الدول لإجلاء رعاياها من البلاد. قفزت بصورة مفاجئة أسعار شراء الدولار في تداولات اليوم الأحد إلى حاجز 150 جنيها بالأسواق الموازية للعملات في العاصمة السودانية الخرطوم، وأشار متعاملون مع الأسواق الموازية إلى حدوث ارتفاع كبير في أسعار العملات في تداولات بداية الأسبوع بالأسواق مقارنة مع تداولات الأسبوع الماضي، وأكد عدد من المتعاملين وجود حالة إحجام من تجار العملة عن بيع العملات، مما أدى لوجود شح في العرض مع ارتفاع في الطلب، الأمر الذي أسهم في الارتفاع الكبير للأسعار، ونوهوا إلى أن هناك رغبة من تجار العملة في شراء العملات، ووصل سعر البيع إلى 147 جنيها للدولار، وأوضحوا أن أسعار الدرهم الإماراتي سجلت اليوم 39.90 جنيها. وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية أن عددا كبيرا من تجار العملة رفضوا بيع العملات وفي مقدمتها الدولار والدرهم وسط ارتباك كبير في حركتي البيع والشراء، وأوضح عدد منهم أن هناك تصاعدا كبيرا في أسعار العملات، حيث بلغ سعر شراء الدولار 146 جنيها، فيما تراوح البيع بين 143 و144 جنيها. وأشاروا إلى أن أسعار شراء الدرهم الإماراتي قاربت حاجز 40 جنيها، وبلغ سعر الشراء 39.8 جنيه. وحذر المتعاملون من مغبة تجاهل السلطات الاقتصادية لما يحدث في أسواق العملات، وتوقعوا أن تعمل هذه الزيادة على حدوث كارثة في أسعار السلع الاستهلاكية خلال الأسبوع الحالي. حدد بنك السودان المركزي سعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد ب 55 جنيها والبيع بزيادة 0.5%، ورفضت الشركة المصرية العاملة في مجال الصادر والوارد بين مصر والسودان شروط وزارة النقل والبنى التحتية لعودة النقل البري عبر معبر إشكيت، ونص القرار على عودة استئناف حركة التبادل التجاري بين السودان ومصر، وذلك بعد إكمال الجوانب المتعلقة بالاشتراطات الصحية لمقابلة الواردات من البضائع والسلع المصرية. واشترط القرار تغيير رأس الشاحنة المصرية برأس شاحنة سودانية، أو تغيير السائق المصري بسائق سوداني، أو تفريغ العربة في المحايد ونقل البضائع إلى شاحنة سودانية. وقوبل شرط تغيير رأس الشاحنة وتغيير السائق والتفريغ برفض واسع بين الشركات المصرية، واعتبروه حلا غير عملي. وأكدت مصادر أن أصحاب الشركات المصرية لا يمكن أن يعطوا عرباتهم لسائقين آخرين غير أولئك الذين يعملون معهم، وأوضحوا أن تفريغ الشحنة من عربة إلى أخرى ربما يؤدي إلى تضرر بعض السلع التي لا تحتمل النقل من مكان لآخر، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة. تعكف وزارة الثروة الحيوانية والسمكية حاليا على تأهيل المحاجر وتحسين مواصفات الصادر وتوفير وسائل الإنتاج وحل مشكلات الرعاة بكافة المناطق، والسعي لزيادة الإنتاج والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في مجال صادر الجلود. وقال علم الدين أبشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية في فترة مفتوحة نظمتها قناة الخرطوم الفضائية حول قطاع الثروة الحيوانية ومشكلات صادر اللحوم، إن الوزارة ستمضي في مجال الصادر لتعظيم الفائدة، وشدد على أهمية إجراء تعداد عاجل لقطاع الثروة الحيوانية بالبلاد لإيجاد مؤشرات للصادر، وأشار إلى أهمية تحسين البنى التحتية للمرعى، ودعا الوزير لتوفير رأس مال لدعم قطاع الألبان والاستفادة من الأعلاف وتأهيل وإصلاح المراعي.
كونت لجان لإنجاح الموسم الزراعي الحالي بمشروع الجزيرة برئاسة مدير وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، وتضم اللجنة في عضويتها مدير الإدارة العامة للزراعة وممثلين لجامعة الجزيرة والمزارعين وهيئة البحوث الزراعية والبنك الزراعي وديوان الزكاة والأمن الاقتصادي، إضافة لعدد من المختصين بالوزارة والمحليات. وحددت مهام واختصاصات اللجنة بتحريك وتفعيل الإمكانيات وتحديد الاحتياجات من المدخلات والتمويل والإشراف على عمليات توزيع التقاوى على المحليات. وشملت اللجان لجنة للإرشاد ونقل التقانة والإعلام برئاسة مدير الإرشاد ونقل التقانة، كما أن مهام واختصاصات اللجنة متابعة تنفيذ البرامج ونقل وتوطين التقانات الحديثة وحصاد المياه. أكدت مدير إدارة الزراعة بمحلية السوكي أن ما تم من تحضيرات واستعدادات جيدة للموسم الزراعي تهدف لضمان إنجاحه وتحقيق إنتاج جيد في كافة المحاصيل الزراعية المستهدفة خلال الموسم الصيفي. وأوضحت لسونا أن المساحة المستهدفة لهذا العام بلغت 500 ألف فدان وفق مخطط البرنامج الزراعي، منها 256 ألف فدان ذرة و 230 ألف فدان سمسم و 5000 فدان دخن و 2000 فدان زهرة شمس و 4000 فدان قطن و 3000 فدان حاصيل. وقدم المدير طول وفي الجهود التي تبذلها إدارة الزراعة والعمل الدؤوب من تحضيرات واستخراج الشهادات الزراعية وتسليم الوقود لبداية الموسم، وأشارت إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجه البرنامج الزراعي بالمحلية، وأشارت إلى سعي المحلية لتذليل كل المعوقات بالتنسيق مع الجهات المختصة في المركز. راهن خبراء في أبحاث الصمغ العربي تطور واستدامة وزيادة إنتاج الصمغ بإيقاف الحرب وفض النزاعات المسلحة التي تدور في حزام الصمغ العربي. وكشفوا في الندوة الإسفيرية التي نظمتها منصة السودان للمعرفة التابعة للمنظمة العالمية للتنمية المستدامة من مقرها بلندن عبر تقنية البث المباشر للفيسبوك عن وجود تحديات تواجه إنتاج الصمغ العربي تتمثل في الفئة العمرية التي تنتج الصمغ العربي والتي تتجاوز 60 عاما بسبب إحجام الشباب عن هذا المجال واتجاههم نحو التنقيب عن الذهب لعدم حصولهم على الدخل الكافي منه، ونادوا بإدخال التصنيع من أجل تحقيق قيمة مضافة وفي نفس الوقت خلق فرص عمل للشباب عبر إنشاء المصانع التي تعمل في هذا المضمار. أماض الخبير في مجال الصمغ العربي أسامة إدريس اللثام عن سبب تدني إنتاج الصمغ العربي في السودان والمتمثل في شح المياه وعدم توفر الخدمات في مناطق إنتاجه. وأوضح دكتور إدريس الباحث المتخصص في الخصائص الفيزيائية والكيميائية للصمغ العربي أن إنتاج السودان من الصمغ العربي وفق آخر إحصائية بلغ حوالي 105 ألف طن، وأبان أن حزام إنتاج الصمغ العربي ينحصر بين خطي 10 و15 في النيل الأزرق والنيل الأبيض والقضارف وكردفان ودارفور ممتدا عبر حدود السودان مع دول غرب أفريقيا حتى دولة السنغال. طالب مواطنون بجنوب دارفور السلطات بفتح المسارات ومناطق الرعي التي تم التغول عليها قبل تحرك البادية نحو المخارف خلال موسم الخريف الذي بدأت تباشيره بالولاية، وطالبوا بتشديد الإجراءات الأمنية وفرض الاستقرار لضمان نجاح الموسم الزراعي، فيما دعا مشاركون في ملتقى محليات شمال الولاية لضرورة سن القوانين التي تمنع زراعة مسارات الرحل مع مراجعة كل المسارات وتشكيل دوريات للمراقبة، وذلك لاستقرار حياة المجتمع الزراعي لضمان نجاح الموسم الزراعي. على الرغم من تقلبات الأوضاع في السنوات الأخيرة في دارفور، إلا أن العلاقات الاجتماعية بين المجموعات السكانية ظلت متماسكة لاستنادها على الإرث التاريخي لتواصل الأجيال بحسب علاقة الجوار وتبادل المنافع. فالناس هنا القاسم المشترك بينهم هو الرغبة في زوال كافة مسببات النزاع وصولا إلى فضاءات الاستقرار الآمن في أراضيهم المعطاءة. من اساس قمنا لقينا ابهاتنا الكبار ده مسارات ماشي كده وماشي كده وماشي كده، في قدام لما تمشي قدام في ناس تبع نصو زراع بكون في محلات مقفله ديك، وبعد ده كله يفتوه اديل دخل اي زول مثلا زاري في المرهال يفتوه. انينا دايرين عافية والسلام ودايرين امني ودايرين المسارات يفتوهم، وما دايرين اي زول يجي يمشي في زري زول.
ارتباط الرعاة بحركة البادية بصورة موسمية نشاط ظلت تعتريه الكثير من العثرات ومشاكل التعدي على المسارات، مما أوقعهم في دوامة من المشاكل والاحتكاكات مع المزارعين، واقع ينتظر الحل المستديم للحفاظ على استقرار الثروة الحيوانية التي تشكل إحدى دعائم الاقتصاد القومي. كناس مواطنين ورعاة نحن يعني نتمنى أول حاجة يكون يفتح لنا الصواني حقت الروح اللي بيجي وينزلوا، عشان ما يكون عندنا في احتكاكات وفيها مشاكل وكده، دي اللي نحن ناسي دايرينها ودايرين يكون الأمن يعني مستتب. الاستعدادات المبكرة وتلافي المخاطر واحدة من أهم عوامل نجاح الموسم الزراعي في هذه الولاية، في ظل تزايد الشكاوى وتبادل الاتهامات بين المزارعين والرعاة حول التعدي على المزارع وزراعة الصواني والمراحيل، هي ذات القضايا التي تنادى لها المشاركون في ملتقى ميرشينج. ومصاحبة البوادي أثناء النشوق والعودة، تفعيل دور القوانين والأعراف لتفادي مسائل التصدي أو مسائل التعدي على المزارع أو الاحتكاك، تفعيل تمكين رجال الإدارة الأهلية ماديا وقانونيا وحركيا، إنشاء الحفائر والسدود. هنا تداعى نفر من المزارعين والرعاة والمختصين لبحث الحلول الممكنة في هذا الملتقى لمحليات شمال الولاية، معالجة لظاهرة نزاع المزارع والراعي، مع التزام السلطات برعاية وتنفيذ التوصيات وفرض المزيد من الإجراءات تجاه المخالفين. نحن بعد المؤتمر ده من توصياته حنزل أمر طوارئ، أي زول يتعدى على حقه كمزارع ولا راعي من هسه يا جماعة نتفق عليه وعندنا قانون، بلاه الزول اللي حصل الشغلانية دي ولا يسأل ببادئته ولا يسأل بزراعته، يمشي طوارئ يسلم نفسه بعد يتحرك من المصايب بحر الجبل لحد المخارف، لو في أقصى منطقة الملم أو في وادي أور دعنا تمشي إن شاء الله لا فاقد ولا مفقود. وتظل قضية المسارات والمراحيل واحدة من القضايا التي تثير النزاعات دائما في هذه المناطق إن لم تجد حماية من التعدي الزراعي لتأمين حركة قطاع الثروة الحيوانية في هذه الولاية. مهدي العزيب، الشروق، ولاية جنوب دارفور، محلية ميرشينج. النشرة الاقتصادية متواصلة معكم وفيها بعد قليل. الدولار يرتفع مقابل الين والفرنك السويسري مع صعود الأسهم الأمريكية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا وإلى جولة جديدة في أسواق المال والأعمال. ارتفع الدولار الأمريكي مقابل عملتي الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري، إذ سعفت الأسهم في البورصة الأمريكية من أسوأ أداء يومي لها في 3 أشهر، في حين هبط اليورو مقابل العملة الأمريكية ماحيا مكاسب مبكرة، وهبط الين مقابل الدولار لأول مرة في 5 جلسات، بينما تراجع الفرنك السويسري إذ ارتفع وول ستريت لتعوض بعضا من الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة. وصعد الدولار مقابل الين إلى 107.455، ومع ذلك ما زال أداء الدولار الأسبوعي مقابل الين هو الأسوأ منذ أواخر مارس. تراجعت أسعار النفط لتواصل خسائر كبيرة تكبدتها أثناء الليل، إذ ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما أثار احتمال وقوع موجة ثانية من تفشي كوفيد-19، وهو ما يضر بالطلب في أكبر مستهلك في العالم للخام والوقود. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.37 دولار، أو ما يعادل 3.8% إلى 34.97 دولار للبرميل، بعد أن هبط أكثر من 8%. وتسببت حقيقة أن جائحة فيروس كورونا ربما تكون بعيدة عن النهاية في توقف عنيف لموجة ارتفاع دفعت أسعار الخام للصعود من مستويات متدنية، ويتجه الخامان القياسيان صوب أول انخفاض أسبوعي في 7 أسابيع، مع تراجع برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما يزيد عن نحو 12% في الوقت الذي تضغط فيه المخزونات على الأسعار أيضا.
ارتفعت أسعار الذهب إذ اشترى المستثمرون المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا في الوقت الذي تضاف فيه المخاوف من موجة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا إلى توقعات اقتصادية قاتمة من مجلس الاحتياطي الأحادي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1730.57 دولار للأوقية، وقفز بحوالي 2.7% منذ بداية الأسبوع ليتجه صوب أكبر مكسب أسبوعي منذ بداية الأسبوع المنتهي في 10 أبريل. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. الطيران المدني يمدد إقلاق مطار الخرطوم وبقية المطارات السودانية لأسبوعين. الدولار يقفز إلى حاجز 150 جنيها. وزارة الثروة الحيوانية والسمكية تعكف على تأهيل المحاجر وتحسين مواصفات الصادر. نهاية النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.